اليوم تنظم جمعية الإبداع الملتقى التوجيهي السادس لفائدة التلاميذ الثانوي التأهيلي مختلف التخصصات. هذا الملتقى كيجي النسخة السادسة، يعني كل سنة تنظم الجمعية كسنة حميدة هذا الملتقى التوجيهي لفائدة التلاميذ الثانوي التأهيلي الذين يدرسون بتتم الليل. كاينين معنا موجهين تربويين، كاينين طلبة ديال مختلف المعاهد والمدارس والكليات العليا الذين يأتون لتأطير هذا الملتقى التوجيهي للإجابة على أسئلة التلاميذ، مختلف الأسئلة وانتظارات ديال التلاميذ، شنو هي الآفاق ديال ما بعد البكالوريا، شنو المعاهد والمدارس التي تخول الحصول على الإجازة، التي تخول على الحصول على الشواهد العليا الدكتوراه، يعني مجموعة من الأمور اللي التلاميذ الحمد لله كيستافدوا من واحد التكوين مهم جدا في إطار المشروع ديال الجمعية التوجيه المهني والمدرسي لشباب تيتم الليل. وهذا المشروع يندرج في إطار البرنامج السنوي للجمعية اللي غادي يكون فيه كذلك دورات تكوينية بالنسبة للحاصلين على شواهد عليا والراغبين في إنجاز مشاريع. يعني بدينا في هذا التكوين، اليوم عندنا الملتقى التوجيهي اللي كيجي في إطار هذا المشروع. إذا في البرنامج ديال الملتقى عندنا العروض ديال السادة الموجهين، كذلك كيكونوا عندنا ورشات. شنو هما هاد الورشات؟ يعني ورشات كل معهد كيكون عنده ممثل ديالو، يعني من خير الأطر التي تزخر بها الجمعية الحمد لله، اللي كيجيو عنده التلاميذ وكيجاوبهم على الاستفسارات ديالهم في إطار التخصص ديالو. بطبيعة الحال كنحاولوا أن هاد الأجوبة أنها تكون أجوبة موضوعية، ولكن كذلك أجوبة اللي كتعطي للتلاميذ واحد النبذة على المسيرة ديال هذا الإطار ديال هذا من 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 المسار ديالو في الثانوي إلى غاية الحصول على شهادة الجامعية، الشواهد الجامعية اللي تحصل عليها، وكذلك كيف ولج لسوق الشغل. لا يفوتني يعني في آخر الكلمة أنني نشكر كل من سهر من قريب أو بعيد في إنجاح الملتقى التوجيهي السادس، موجهين تربوي الحاضرين معنا، كذلك المؤطرين من مختلف المعاهد اللي جاونا من الدار البيضاء ومن الرباط ومن مراكش، يعني العديد من سميتو الذين لبوا النداء لتأطير حوالي 400 تلميذ من تلاميذ تيتم الليل. واشكر كذلك اداره المركب الثقافي، واشكر مجلس جهاز الدار البيضاء 16 على دعمه التقني واللوجستيكي لهذا الملتقى التوجيهي السادس، واشكر كل من ساهم من قريب وبعيد، وكذلك جريده الوطن العربي على التغطيه الاعلاميه المتميزه، وشكرا.